نذهب إلى البصرة، وهناك طلاب ومدرسو ثانوية التحدي يناشدون الجهات المعنية بتسليم بناية المدرسة الواقعة في منطقة الساعي، تسليمها طبعا إلى تربية المحافظة والتي يشغلها حاليا فوج طوارئ البصرة. طالب استاذ التربية من محافظة البصرة بأن توفر لنا مدرسة خاصة تليق بهذا المستوى الدراسي ومدرسة نموذجية خاصة بالتحدي. بعد استحصال موافقة محافظ البصرة وقائد شرطة البصرة في تخصيص وتسليم البناية التابعة لمديرية تربية البصرة، مستغلة حاليا من قبل فوج الطوارئ والشرطة السرية في بناية المجاورة لدائرة الاستثمار، نناشد الحكومة المحلية وقيادة الشرطة في الإسراع بإخلاء هذه البناية وتسليمها إلى إدارة المدرسة، كون البناية بعد سعينا أدخلناها ضمن موازنة 2019 في إعادة تهيئتها وتسليمها إلى التربية. نيابة عن أولياء أمور الطلبة، نناشد الحكومة المحلية والمسؤولين وقيادة الشرطة بإخلاء البناية التابعة للثانوية، كون الأمر صدر من السيد المحافظ ولم يطبق ولم يدخل حيز التنفيذ، خدمة لأبنائنا الطلبة وتحقيقا للغرض الذي أنشئت من أجله. تحدي عدل، تحدي عدل. أناشد الحكومة المحلية للإسراع في إخلاء بناية ثانوية التحدي في منطقة الساعي وتسليمها إلى الإدارة، كونها مستغلة حاليا من قبل فوج الطوارئ، لأن المدرسة نموذجية وهذه البناية لا تتوافق مع متطلباتنا من مختبرات وقاعات ومكتبة